بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أعرب لكم عن شكر المملكة العربية السعودية وتقديرها العميق لجمهورية سويسرا ومملكة السويد والأمم المتحدة على حرصهم على تنظيم هذا المؤتمر الافتراضي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جراء تداعيات فيروس كوفيد-19 وسلالاته المتحورة، آملاً أن نتوصل إلى حلول أكثر استدامة وأعمق أثر لرفع المعاناة الإنسانية في اليمن والتعامل مع مسبباتها. السيدات والسادة، إن المملكة العربية السعودية ترتكز منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه على مجموعة من القيم والمبادئ والثوابت في تعاملاتها وعلاقاتها بشعوب العالم، حيث دأبت على توجيه عطائها الإنساني إلى المجتمعات المحتاجة بكل حيادية ودون تمييز، لترسخ مبادئ السلم والتآلف والتعاون بين الشعوب ودول العالم، وتتقاسم الأعباء الإنسانية مع مجتمعات المانحين وتشاركهم سمو الهدف وسلامة المقصد في الحد من الآثار من آثار الأزمات الإنسانية على الشعوب المتضررة، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المانحة للدول المحتاجة على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمة هذه الدول اليمن الشقيق. أصحاب المعالي والسعادة، إننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة، ويزيد من صعوبتها المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة كوفيد-19 وما تقوم به الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران من تصعيد كبير في اليمن وبالأخص محافظة مأرب، والتي كانت ملاذاً آمناً للنازحين في اليمن، بل إنها تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار، وهو ما يستوجب وقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني الشقيق والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه وبالتالي للمنطقة والعالم أجمع. ورغم كل هذه التحديات والعوائق الصعبة، وتأكيدا لدور المملكة العربية السعودية الريادي وموقفها الثابت تجاه اليمن وشعبه النبيل، وحرصا منها على رفع المعاناة الإنسانية والصحية التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق، يسرني أن أعلن التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2021، يتم تنفيذها من خلال المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية. وفي الختام، تؤكد المملكة دعمها وحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.